أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تعد إحدى الركائز التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه سموه بدور القطاع الخاص في شريك حيوي وفاعل ضمن فريق البحرين في خلق الفرص النوعية للمواطنين وربط مسارات التنمية، تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرا سموه إلى دور الغرفة البارز في تمثيل القطاعات الصناعية والتجارية وتحقيق التطلعات المنشودة للقطاع الخاص، مشيدا سموه بجهود رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين. أشار سموه إلى أهمية مواصلة الجهود لخلق وظائف نوعية للمواطنين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأولويات خطة التعافي الاقتصادي. من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم والمتابعة المستمرة لجهود الغرفة من أجل تحقيق المزيد من النماء والخير للوطن وأبنائه.